مساء الخير. في ناس كتير في مصر ضد التوك توك باعتباره بقى وسيلة دايماً بتيجي من وراها المشاكل والبلطجة وأزمة الزحمة والسواقة بأسلوب همجي بيبهدل في عربيات الناس. ده غير تحرش بعض سواقين التكاتك بالبنات والستات، وكمان استخدام التوك توك أحياناً في بيع المخدرات، ودي حاجات كلنا بنقراها أو بنشوفها على السوشيال ميديا. وفي ناس تانية بتشوف إنه ليه مميزات كتير، زي إن هو بينقل الناس الكبار والطلبة وستات البيوت اللي جايبين الطلبات من السوق مش قادرين يمشوا ويكملوا لحد الشارع بالشيلة التقيلة دي لحد البيت. ده غير إن هو كمان بيوفر فرص عمل لناس كتير ما عندهاش مصدر دخل غيره، وده طبعاً أحسن من البطالة. بس المشكلة مش في التوك توك نفسه، التوك توك في الآخر مجرد آلة أو وسيلة. المشكلة في نوعية بعض الناس اللي بتستخدم الوسيلة دي. والنهاردة في قصة حقيقية لأول مرة بنستقبل مشكلة من مرات سواق توك توك اسمها صابرين، بعتت تحكي لنا قصة غريبة جدا بتعبر عن شريحة كبيرة جدا من سواقين التكاتك اللي بقت أمر واقع في المجتمع. تيجي نسمع الحكاية من الأول ونشوف صابرين بعتت تقول لنا إيه. اسمي صابرين وعندي 22 سنة، رغم أني مش متعلمة وسبت المدرسة من 6 ابتدائي، بس واثقة أنكم هتسمعوني في برنامجكم اللي في ناس كتير بسيطة زي بيتفرجوا عليه عشان لقوا حد يسمع حكاياتهم ومشاكلهم. مشكلتي بدأت لما اتجوزت من 4 سنين من سواق توك توك، كان جواز صالونات والموضوع كله خلص في شهر. بعد الجواز سكنت معاه في بيت العيلة وخلفت بنت بعد 9 شهور. من أول شهر في الجواز يا سالي اكتشفت إن جوزي بيشرب مخدرات، مش بيشربها مثلاً مرة ولا مرتين في اليوم عشان يعدل مزاجه، لأ ده طول الوقت بيشرب، وعلى طول ضرب وشتيمة. حماتي كانت ست طيبة بس أخته الكبيرة هي اللي مبوظاه، كانت بتديله فلوس يجيب بيهم حشيش وسجاير لدرجة إنها ساعات كانت بتديله 3000 جنيه بحالهم في الشهر. كانت تقول له أنا جايب لك التوك توك ده عشان حشيشك وسجايرك ومصاريفك أنت بس، لكن أكلك وشربك أنت ومراتك مع أمك فوق. لما كانت بنتي بتتعب كانت تقول لي هي كل شوية تعبانة تعبانة ورايحين جايين على المستوصف روحي جيب لها الدواء. أما بابا فكان سلبي، ملوش كلمة، ما كانش بيجيب لي أي حاجة. أول خناقة ما بيننا خالص كانت وانا حامل في 4 شهور، كنت عاملة تقويم في سناني ولازم اتابع مع الدكتور، بس هو ما كانش بيرضى يوديني. لما فضلت اتحايل عليه وشديت معاه في الكلام راح زقني واتغاب عليا قدام اخوه، فاخوه اتخانق معاه وقال له ايه اللي انت بتعمله ده، انت اتجننت، حد يضرب واحدة حامل؟ فهديت بسبب تصرف اخوه وعديت الموضوع، لحد ما بدأ بعدها موضوع الشرب يزيد عن حده، بقى يشرب بجنون. حتى بعد ما خلفنا بنتنا مش كده وبس، ده بقى كمان يجيب صحابه عندنا في الشقة عشان يشربوا معاه مخدرات. لا ثواني بقى، دلوقتي هو بقى بيجي صحابه البيت يشربوا معاه مخدرات؟ هو ده طبيعي؟ طب انت يا صابرين عملتي ايه؟ استسلمتي؟ خفتي منه؟ ولا قلتي انا هحاول امنعه واللي يحصل يحصل؟ يلا بينا نكمل. ما قدرتش أمسك نفسي بصراحة وقلت له اللي أنت بتعمله ده ما يتسكتش عليه، أنت إزاي رجولتك تسمح لك تجيب صحابك يشربوا في البيت مع مراتك وبنتك اللي لسه لحمة حمرة؟ قال لي أنتوا اقعدوا في أوضة وأنا أصحابي يقعدوا في أوضة، يعني مالكيش دعوة بينا بنعمل إيه؟ قلت له إزاي طيب؟ إحنا في شقة دور أرضي، مفيش منفذ في الأوضة اللي بقعد فيها مع البنت، كده هنتخنق، أنا مش عارف أقعد براحتي. بس هو كان مغيب من المخدرات، مخليه خلاص مش نافع معاه كلام. لما اشتكيت لوالده ووالدته حاولوا يتكلموا معاه، اتخانق معاهم، بقى عامل زي المجانين لدرجه ان هو حتى كسر ماسوره الغاز، كان هيجيب مصيبه للبيت كله. فضل يكسر في الشقه كلها، كوبايات، المطحنه، الالمونيا، كل حاجه في المطبخ كسرها، حتى البوتاجاز. بعد كده مامته توفت واخته بطلت تديله، بقت حالته صعبه، ما بقاش في حد يصرف عليا انا وبنتي.
بقى الحال معاه ان انا بغضب اروح لامي شهرين ثلاثه تجيب لي فيهم اكل وتديني فلوس، بعدين ارجع اقعد معاه في البيت شهرين. يقول لي خلي مامتك هي اللي تصرف عليكي وعلى بنتك، انا مش هصرف عليكم. وفي مره من المرات كان عايزني اجيب له قرض وانا رفضت. انا امي منفصله عن ابويا من زمان، ومن بعد ما انفصلت ما اتجوزتش بعدها، ما عنديش منها اخوات. اما ابويا فمتجوز وعندي اخوات منه، بس بيقولوا لي ارجعي لجوزك وعيشي معاه عشان لو اتطلقتي هنجيبك تعيشي معانا. بعد ما كنت عامله محاضر ورفع قواضي في محكمه الاسره اتنزلت مرتين بسبب ضغط اخواتي ورجعت عشت معاه، برضه في الاخر ضربني يا سالي وبهدلني كسر لي مناخيري، وانا دلوقتي داخله في عمليه من شهر 12 اللي فات. ورجعت رفعت عليه قواضي في محكمه الاسره وعملت له محضر بكسر مناخيري، أما نزل صوري على الفيسبوك وبيكتب عليها أحقر كلام، كل ما حد يتدخل في الموضوع عشان يحاول إنه يصلح يقول له أكيد أنت ماشي معاها عشان تتجوزها، ده غير إن عيني مش قادرة أشوف بيها من الضرب والبهدلة. حاولت أنزل شغل لقيت إنه لازم أعمل عملية في عيني الأول، غير كده مش هشوف بيها لأنه عملي تمزق، وعامله له محضر بتهديدات عشان هو عايز يضربني ويقطع وشي زي ما بيقول. ومن سنة ونص برضو كان فاتح دماغ ماما بمفك صليبة، مرة ضربني في الشقة خد بنتي من على إيدي وهبدها في الحيطة لدرجة إن بنتي بقى عندها زي صرع لو حد حاول يشيلها تقعد تعيط وتصوت. كذا مرة يجي يتهجم علينا في البيت أنا وماما عشان إحنا قاعدين لوحدنا وإخواتي بعيد عني، كان بيمسك لنا السكينة ويبات لنا تحت البيت ويقول لي هعورك في وشك. وأمي مريضة قلب كان ممكن تروح فيها، أنا دلوقتي قاعدة عند أخواتي سايبة ماما لوحدها ومحتاجة عملية ب 18 ألف جنيه في مناخيري، معايا بنت صغيرة عندها 3 سنين مبقاش يصرف عليها ولا بيبعت لها مليم، والمحكمة ما حكمتليش غير ب 500 جنيه ما قبضتهمش من شهر 12 اللي فات. تعبت يا سالي والله العظيم، ونفسيتي بقت متدمرة، ما بنامش غير بالمهدئات أقسم بالله، قولوا لي أعمل إيه؟ لحد هنا وخلصت رسالة صابرين اللي فتحت لنا باب لعالم كبير وواسع اسمه عالم التوك توك. مش عايزة أعممها لأنه ولا حاجة ولا قاعدة يجوز فيها التعميم، مش عايزة أزعل كل سواقين التكاتك لأنه في ناس منهم بيأكلوا عيش ومحترمين وبيتقوا ربنا في شغلهم، بس برضو محدش ينكر ان جوز صابرين في زيه كتير. طب شخص زي ده هنتصرف معاه ازاي؟ هي تعمل معاه ايه؟ هنكلمه بالذوق والادب وهيستجيب؟ طب حد بالبلطجه وبالاخلاق دي مفروض صابرين واللي زي صابرين كتير يعملوا ايه؟ طب مين اللي ممكن ينقذ صابرين؟ محتاجه عمليه في مناخيرها وعينيها مش عارفه تشوف بيها، مش هينفع تنزل تشتغل غير لما تصلحها. طب مين يصرف على بنتها اللي عندها 3 سنين